نسمع الحديث التالي. يلا احمد. عن ابي عماره البراء عن ابي عماره البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعياده المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وافشاء السلام، وابرار المقسم. نعم احبائي في الله، هذه سنن لا نستطيع أن نفصلها في هذا المقام، لكن تعالوا بنا نمر عليها. ما المقصود عيادة المريض؟ زيارة المريض. طب الزيارة، ما هي مفهوم الزيارة؟ الزيارة أن تذهب من غير أن يدعوك، هذه هي عيادة المريض. أما يتصل فيك: يا فلان وينك؟ أنا في المستشفى، تعال زورني. يا فلان أنا في البيت، تعال زورني. والله عرفت أنك مريض، إن شاء الله ببقى أمر عليك. لا، عيادة المريض أن تزوره من غير أن يدعوك، هذا شيء مهم. ولذا الزيارة في الله أن تزوره من غير أن يدعوك. اسأل نفسك: هل تزور إخوانك من غير أن يدعوك أو يدعونك، أم أنك تنتظر لكي تذهب أن يدعونك؟ هذا مهم، عيادة المريض. اثنين: اتباع الجنائز. اتباع الجنائز، نعم، اتباع الجنائز. أولا أن تخرج مع الجنازة من بيتها إلى مكان الصلاة عليها، في زماننا من المستشفى إلى مكان الصلاة عليها، هذه أول خطوة. اثنين: الصلاة عليها. ثلاث: أن تمشي معها إلى أن تدفن، فهي أمور ثلاثة. فحاول أن تخرج مع الجنازة من بيتها، من المستشفى. طيب، وتشميت العاطس متى يكون؟ إذا قال الحمد لله. ونصر الضعيف، ما معنى نصر الضعيف؟ مؤازرته. لكن انظر، قال الضعيف ولم يقل ونصر القوي. لما؟ لسببين: واحد، لما؟ واحد، الضعيف هو الذي يحتاج إلى نصرة. اثنين: القوي في العادة يجد من يناصره. ولذا للأسف ترى كثيرا من الناس إذا أراد أن يزور، يزور الموسرين، أو إذا أراد أن يدعو، يدعو الموسرين. الأصل العكس: شر الولائم التي يدعى إليها الأغنياء ويترك فيها الفقراء. فإذا نصر الضعيف، ابحث عن الضعفاء حتى تنصرهم. أما ذاك الشخص القوي إذا تعرض للأذى، ما به؟ أولا يعرف عشرات الناس، بل بعضهم باتصال، فإذا به يجتمع العدد الكبير لنصرته، بينما هذا الضعيف يتصل: يلا الله يكون بعونك، يا جماعة انصروني، يلا شو بدك، أحسن الله ينصرك، توكل على الله يا رجل، هينا بندعو لك. أما الغني والقوي، تلفون، سيارات بتسكر الشارع،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى أيضا الأفراح، فرح الغني يأتيه الناس من الشمال إلى الجنوب، وفرح الفقير ربما لا تخرج معه إلا سيارات معدودة على الأصابع. بينما إذا رأيت فرحا قد أغلقت الشوارع تقول هذا فرح رجل غني قوي، بينما انظر هذا الفرح فقط 5 سيارات. لما؟ لأنه فقير أو ضعيف. الأصل العكس، وكذلك عون المظلوم. ابحث عن الضعفاء حتى ترفع عنهم الظلم. ثم قال وإفشاء السلام، أي نشره، نشر السلام، وإبرار المقسم إذا حلف عليه. بس يا شباب لو سمحتوا، بس بعد إذنكم تعال عمو، انتوا 2 تعال تعال، مش هذا الولد، 2 هذول اللي وراك، يعني صوتكم ما شاء الله صوت زلام، يعني في صغار مش سامعين صوت، ما صوتكم ما شاء الله. تعال عمو تعال. طيب، فهذا إبرار المقسم، متى أقسم عليك فتحاول أن تنفذ قسمه ما استطعت.